معامل البرج، اطمن صحتك مسؤوليتنا. كل ما بتشرق شمس يوم جديد، إصرارنا بيزيد على تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى في بلدنا. بنقدم لهم اختبارات على أعلى قدر من الدقة تطمنهم وتساعد الأطباء على تحديد سياسة العلاج. خدمة ما تتقدرش بمال، بنقدمها بأسعار معتدلة. علشان كده معامل البرج كل يوم بتكسب ثقة الآلاف من المرضى والأطباء في مصر والشرق الأوسط. وصل عدد الواثقين في معامل البرج لأكثر من 17 مليون عميل قاموا بإجراء أكثر من 44 مليون اختبار. ثقة الملايين دي في معامل البرج كأعرق وأهم شركة بتقوم بخدمات التشخيص الطبي هي أكبر إنجاز حققناه من خلال شبكة فرعنا. أكثر من 100 فرع بتغطي معظم أنحاء مصر من اسكندرية لأسوان. وفروع لمعامل البرج في السودان والمملكة الأردنية عددها في ازدياد. ثقة الملايين دي بتأكد الدور الرائد اللي بتقوم بيه معامل البرج في خدمة التشخيص الطبي في مصر والشرق الأوسط، ونتائج اختبارات معتمدة في أي مكان في العالم، لأن معامل البرج هي أول شبكة معامل في مصر تحصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 15189 من سويداك، المجلس السويدي الأكبر والأشهر في العالم لاعتماد معامل الاختبار، وكان تتويج لعامين من العمل الشاق تم خلالهم تقييم الكفاءة الفنية للمعمل على كافة المستويات وكافة مراحل التحاليل من أجهزة ومحاليل وكوادر فنية، واللي أكدت ريادتنا في مجال الاختبارات المعملية في مصر والشرق الأوسط. وبيتم متابعة المعمل المعتمد من سويداك بزيارات منتظمة ومتكررة كل عام، وعمل إعادة تقييم شاملة كل 4 سنوات لتأكيد أعلى درجات الجودة لعملائنا. في معامل البرج الدقة المتناهية في نتائج الاختبارات ما جاتش من فراغ. دقة النتائج وراها آلاف من الأساتذة الاستشاريين والأطباء والكيميائيين والمساعدين والإداريين المتخصصين اللي بنختارهم على أسس اختيار عالمية، وبيتدربوا باستمرار على أحدث أساليب العمل في معامل الاختبار. دقة وراها نخبة من أشهر الأساتذة المتخصصين في مصر والشرق الأوسط في جميع التخصصات. هم دول أغلى قيمة في معامل البرج. أساتذتنا المتخصصين هم الضامن الحقيقي للتميز والجودة اللي بنقدمها للمرضى والأطباء على حد سواء في مصر وكمان في الشرق الأوسط. دقة النتائج وراها أحدث الأجهزة والمحاليل المعتمدة عالمياً من إنتاج أكبر الشركات المتخصصة في العالم أبوت، روش، أند سيمنز، والمعتمدة من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA علشان نضمن أفضل وأدق النتائج. معامل البرج، اطمن صحتك مسؤوليتنا.